شوف اللطف يا أخي، رب العالمين جل في علاه يضحك سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه، كلاهما يدخل الجنة. قال أهل العلم إن المعنى أن أحد الرجلين يكون كافرا، فأثناء القتال يقتل مسلما فيموت ذلك المسلم شهيدا، ثم هذا القاتل يدخل في الإسلام ويموت شهيدا، فكلاهما أحدهما قد قتل الآخر ويدخلان الجنة فيتقابلان ويقول: أنت اللي قتلتني. ومع ذلك قد أزال الله تعالى ما في قلوبهم من غل، فهم إخوان على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهؤلاء يضحك ربنا عز وجل منهم.